السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بونتيك. في حلقة النهاردة عندنا إن شاء الله قنبلة من أفضل المواقع اللي أنا هتكلم فيها النهاردة، وده طبعا مش كلام على الفاضي أو مفيش إثبات دفع، لا في إثبات دفع، كلام مش على الفاضي. الموقع قديم جدا ومشهور، ممكن تكون أنت عارفه أساسا وعارف هيعرفك دلوقتي أنا أقصد إيه، ولكن الموقع مشهور جدا. في ناس كتير قوي كانت بتسألني على إن هي عايز شركة إعلان أو شركة، مش شركة إعلان، شركة اختصار روابط تكون تستهدف الدول الأجنبية بشكل كبير، يعني يكون الدول الأجنبية فيها السي بي ام للدول الاجنبيه عالي. انا اللي بتكلم على الدول الاجنبيه، يعني بص في قاعده كده بتقول لك لو الدول الاجنبيه عاليه في حاجه معديه ال 10 دولار في موقع، اعرف الدول العربيه اقل من 1 دولار او 1 دولار وشويه، تمام، ما بتبقاش عاليه قوي، لكن الدول الاجنبيه هي اللي بتبقى متصدره، تمام. فالموقع بتاع النهارده هو معدل 15 دولار وال 10 دولار، معدل 10 دولار مش 15، معدل 10 دولار ولا تقريبا في حاجات فيه معديه 15، هنشوف كل ده. فالمهم يعني الموقع بتاعنا معدي السي بي ام بتاعه عالي جدا للدول الاجنبيه، وطبعا في اثبات دفع كتير جدا، اثبات دفع. وانت اصلا هتلاقي الموقع ده، انت لو ما تكون مثلا بتحمل حاجه من على مواقع مشهوره زي موقع مثلا سكيد رو مثلا اللي هو بتاعت كراكات الالعاب، والسي بي واي الحاجات بتاعت كراكات الالعاب دي، هتلاقيهم بيختصروا من الموقع ده، تمام. فالحاجات دي فعلا الموقع ده ممتاز جدا جدا جدا. طبعا لو هم اضافوا حاجه بسيطه وبداوا يرفعوا الكراكات دي على مواقع افضل للرفع، صدقوني هتفرق معاهم الارباح بشكل كبير. يعني معكم مصطفى من قناة مستر بومتيك، وفي حلقة النهاردة هنشرح أفضل موقع لاختصار روابط الاستهداف الأجنبي، ونبدأ بعد الفاصل. قبل بس ما ننزل بفاصل، يا ريت هتلاقي زرار أحمر أسفل الفيديو اسمه سبسكرايب أو اشتراك على حسب اللغة عندك، هتضغط عليه بس عشان توصل بأفضل الفيديوهات وأحسن الفيديوهات وأحدث الفيديوهات اللي تنزل على القناة، تمام. وهتلاقي جنبه كده بتاع كده شبه الجرس ده، شبه ده كده، تمام، هتضغط عليه وعشان يوصل لك إشعار على الموبايل أو على أو هنا كده في المكان ده يوصل لك إشعارات بأن القناة يعني نزلت فيديوهات جديدة، ده يعني ده تحديث من اليوتيوب بيشكر عليه الصراحة. وننزل بفاصل. ركزوا معايا بقى كويس في البداية كده يا جماعة، هو ده الموقع، هو ده كل حاجة في الموقع. طبعا احنا كتير قوي متعودين على المواقع اقتصاد رابط، شرحنا قبل كده كتير مواقع اقتصاد رابط كويسة ومش كويسة، مواقع اقتصاد رابط صادقة ومواقع اقتصاد رابط مش صادقة، كان موقع واحد تقريبا او موقعين. فهنفكنا بس من كل الاحصائيات بتاعت المواقع اللي بنشوفها في كل المواقع دي، صراحة ما بقتش بصدقها، ولكن الموقع ده انت هتلاقيك عارفه. اتفرج كده شورت او شورت اي، ما اعرفش الصراحه ايه الاي دي، مش فاهم، دوت اس تي، افهم بس كده، فاهمك حاجه بسيطه. بص لو ما انت شايف كده اليكسا ترافيك رانك عامل ازاي عنده، فيعني كده الموقع صادق 100%، ما تقلقش. هنيجي عند البي اوت ريتس، اول حاجه بنفتحها في اي موقع اختصار رابط. حلو قوي. في البدايه كده بص، الدول الأجنبية ممتاز، الولايات المتحدة 14 دولار و4 سنت، يونايتد كيندوم ب 10، وكندا ب 5، واستراليا ب 8، وهنا اسبانيا والحاجات دي ضعيفة شوية، ولكن احنا بنركز على الولايات المتحدة واليونايتد كيندوم وكندا واستراليا، تمام. ننزل بقى عشان في مفاجآت تانية تحت. الدنمارك عندك ب 9، النرويج عندك ب 8، بولندا ب 4، فاينلاند دي مش عارفها الصراحة كبلد، معرفهاش، لكن الاسم ده مش عارف نطقته صح ولا غلط، المهم يعني ب 7، وعندك هنا نيذرلاند اللي هي هولندا تقريبا، المهم ان هي ب 6، 5.99 يعني ب 6. لبنان طبعا والكويت الحاجات دي ما بيعدوش 3 دولار، كله اقل من 3 دولار كل الدول العربية تقريبا، تمام. فرنسا ب 4 و86، ده غير موقع صادق. مش هقول لك ان ده افضل موقع من حيث السي بي ام، لا في مواقع اعلى منه. هقول لك يا سيدي انا فاهمك، اللي كان بيكلمني على ان هو عايز موقع لاختيار روابط، ايه ده اول مره اخد بالي من الامارات 7 دولار 72، ده كويس ممتاز يعني، الامارات فعلا رافعه راس الوطن العربي كله في الدول دي الصراحه، طبعا من المهم في المواقع دي اقصد، وبرده في ادسنس الامارات برده واخده رانك كويس، والعراق واخده رانك كويس. المهم اللي كان طالب مني موقع ان يكون السي بي ام بتاعه عالي للدول الاجنبيه، وانا اديته رشحت له اكتر موقع، رشحت له موقع جين يو ار ال، اللي يعرف جين يو ار ال بيدي للدول الاجنبيه بالذات امريكا ويونايتد كيندوم ازيد من 20 دولار، 20 دولار لكل 1000، لكن طريقة السحب منه هي عن طريق التحويل البنكي، واقل مبلغ السحب هو 50 دولار، تمام. اما الموقع ده اقل مبلغ السحب هو 5 دولار، وطريقة السحب مفيش اسهل من كده، هي بايبال وبايونير، يعني الناس كلها تقدر تسحب منه. بايونير ده للمصريين بالذات، تقدر تسحب عن طريق بايونير، واقل مبلغ الدفع لبايونير هو 20 دولار، وبايبال 5 دولار، يعني الطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. والناس يا ريت تقول لي في الكومنتات تحت، لان في ناس مصريين كتير قوي قالوا لي ان هم ما بيعرفوش يسحبوا فلوسهم من على البيبال، يا ريت اللي ما بيعرفش يسحب فلوسه على البيبال يا ريت يكلمني في الكومنتات تحت، او يكلمني على صفحة الفيسبوك او على صفحة البروفايل او اي حاجة، اي طريقة تواصل يوصل لي بس بيها عشان افهمه الموضوع، عشان طريقة دفع البيبال للمصريين بالذات سهلة جدا، يعني انك بتحول الفلوس من البيبال على البايونير بتاعتك بيوصل لك بعد 3 ايام، والموضوع سهل جدا وبسيط.
ويعني بتبقى الدفعات يعني بتقلب بياخدوا منك تقريبا رقم بسيط، يعني 20 سنت او 30 سنت على التحويل، يعني مش رقم تمام. فعشان بس الناس اللي بتقول لك بيبال مش شغال المصريين، لا شغال، انا ساحب منه قريب يعني. حلو قوي، نكمل بس كده الكلام بتاعنا تمام. فاحنا قلنا البي اوت ريتس زي ما انت شايف ممتاز جدا تمام. اثبات دفع اسيبه لك اسفل الفيديو، اثبات دفع موجود والدنيا كلها تمام. يعني بقول لك كده ليه؟ بقول لك عشان انك تسجل في موقع وانت مريح دماغك خالص تمام. نبدا كده في تسجيل في موقع، نعمل على جوين هنا، هسيب لك طبعا رابط اسفل الفيديو، اضغط عليه هيوديك على الصفحه دي مباشره، تعمل تسجيل على طول. هنا ايميل وهنا ايميل كمان وهنا الباسورد مره واحده، وتعمل دي انت تعليم من علامة صح، وتعمل ايم نوت روبوت الكابتشا، وتشوف بقى اللي هيجي لك وتعمله، تعمل ريجستر تمام. هيجي لك هنا رساله على الجيميل اللي انت حطيته، تعمل رساله وتعمل اكتيفيت الاكونت تمام. بعد كده ترجع هنا تعمل لوجن، تعمل هنا ريمبر وتعمل لوجن. بعد ما هيعمل لوجن بالشكل ده تمام. طبعا انا ما بشتغلش في المواقع دي، ولكن حاولت كده اعمل حاجه امبارح ويعني مشيت سنه كده صغيره وسبتها. حلو، نفهمكم بقى الموضوع كله برضو مره تانية، معلش انا بتكلم بس كده بطريقه بلدي شويه، وممكن الناس في الوطن العربي ما تفهمنيش، ولكن معلش اعذروني ما تفهموش في الفيديو، يا ريت تكلمني في الكومنتات يعني، بالذات المغاربه يعني ممكن يكونوا مش بيفهموا اللهجه المصريه بشكل كبير. صراحه انا برضو عمري ما فهمت اللهجه المغربيه، مع ان في ناس كتير قوي مغاربه بيتكلموا بطريقه عاديه جدا وبيتكلموا بطريقه الوطن العربي الموحده اللي الناس كلها تفهمها، ولكن في مغاربه بيتكلموا بطريقه تانية خالص عمري ما فهمتها. المهم زي ما انت شايف انا طبعا ما اشتغلتش في موقع. بص هنا الفلوس اتحسب على طول، بعدها بخمس ست ثواني تلاقي الفلوس اتحسبت تمام. الموقع ده يا شباب بيحسب المشاهدات وبيحسب النقرات، يعني نقره ومشاهده باتنين تمام، النقره والمشاهده باتنين. واديك شفت يعني 500 بس هما اللي هيدوك 14 دولار، 500 بس من الولايات المتحده بيدوك 14 دولار. حلو تمام، عشان بس الناس ما تتكلمش كتير، الولايات المتحده 500 بس يجيبوا لك ال 14 دولار، تقدر تسحب من اول 20 دولار على البايونير ومن اول 5 دولار على الباي بال. اتمنى تكون المعلومات اللي بقولها دي صح، يعني بيتهيألي ان هم 20 ثواني كده عشان بس ايه انا امبارح تمام. لا والله صح، هنا 5 دولار الباي بال تمام وويب ماني، وهنا 20 دولار البايونير الحمد لله تمام. انا هنا مسيف اكونت البايونير بتاعي بحيث ان هو اول ما يوصل ل 20 دولار يبعته مباشره يعني. نكمل كده شرح الواجهه، عندك هنا الشورت يو ار ال، بتحط اليو ار ال بتاعك مهما كان زي كده، تعمل شورتن يوصل لك اللينك ده، عامل كده تعمله كوبي، او هو اصلا بيكون معمول له كوبي، وتعمل بيست. انت هتفتكر الموقع ده لما تشوف دي. بص مش فاكر انت الواجهه دي، انت مش فاكر الواجهه دي، الواجهه اللي قدامك دي انت مش فاكرها، الواجهه بتاعت سكيب ادل بالشكل ده ما بتشوفهاش كتير. انا فعلا بشوف الواجهه دي من وانا صغير، من وانا لسه بقعد على الكمبيوتر، لسه من وانا صغير خالص كنت بشوف الواجهه دي. اما حاليا الواجهه دي فعلا اول مره اعرف ان هي مربحه للدرجات دي، تعمل سكيب اد بس تمام، ولا في اي حاجه تانية، ولا كود كاباتشا ولا اي حاجه. بالمناسبه احنا وصلنا ل 755 مشترك، خليك انت بقى 756 تمام. فهنا نرجع مره تانية، زي ما انت شايف ده اللي هو الاختصار يعني الرابط. زي ما انت شايف برضو لما فتحنا الموقع دون لقيت الاليكسا رانك بتاعه 600 وشويه، ده اكبر دليل ان المواقع دي كلها تمام ومفيش نصب ومفيش اي حاجه، برضو اثبت دفع اسفل الفيديو. نكمل شرح الموقع عشان ما نطولش، هنا طبعا بيجيب لك اللينكات اللي انت عملت لها شورت، وهنا الويب سايت سكريبت، لما تحط السكريبت بتاع الويب سايت دايما بنحطه، و اللي هو السكريبت بتاع الويب سايت لما بيجيب لك مثلا فيوز او حاجه بيجي لك هنا. هنا الريفرالز بتشوف انت جاي لك كام ريفير، وهنا الانكم الفلوس اللي جات لك من الريفرالز بتوعك. هنا طبعا بيجيب لك احصائيات عن الفلوس اللي انت معاك وعن المشاهدات وكده تمام. هنا الويز درو، معلش ان انا بقول كلمه تمام كتير بس مش عارف اتعودت باين. هنا الويز درو زي ما انت شايف، هنا بيديك الفلوس اللي معاك، وهنا الفلوس بتاعت الريفرال، وهنا الويز درو ماني تمام، وهنا الافيلبل ماني الفلوس اللي معاك كلها تمام. هنا 5 دولار بيقول لك اقل مبلغ السحب الباي بال هو 5 دولار، واقل مبلغ السحب هو للبايونير هو 20 دولار. بيقول لك بيدفع يوم 10 في الشهر من كل شهر، يوم 10 من كل شهر بيدفع لك الفلوس ماشي. نرجع هنا على الويب سايت سكريبت، واجهه بسيطه جدا جدا جدا، موقع بسيط وسهل وما فيهوش اي حاجه. ننزل تحت كده زي ما انت شايف، بيقول لك هنا اللينكس تعملها اون، هنا انكلود بتحط هنا الدومين بتاعك تمام، تعمل هنا جنريت
سكريبتس، بيجيب لك بوب ادز، طبعا دي حاجه متميزه جدا في الموقع ده، واكزيتس. بوب ادز ده طبعا بوب ادز زي بوب اندر كده، بيظهر لك بوب اندر كده قدامك على طول فيها اللينكات، تمام؟ فانت كده هتكسب بطريقه كبيره جدا من الموقع ده، موقع ممتاز. انت بتعمل الكوبي للسكريبت ده وبتحطه عندك في المدونه في التخطيط، بيحولك كل الروابط للموقع ده او الفول كود، تقريبا هو الفول كود دي بتاعت الفول كود، تعملها كوبي بس مش اكتر ولا اقل. هنا بعض الحاجات اللي انا ما اعرفهاش، ثانيه دي بعض الحاجات بس الاعداد كده حاول بيحاول يفهمك يعني. هنا المور تولز، عندك الكويك لينك، بتحط طبعا الويب سايت بتاعك، بتحط اللينك بتاعك في الاخر هنا مكان البتاع الديان، مكان ديان كده، بتحط اللينك بتاعك او هنا وبيختصره لك مباشره. هنا طبعا حاجه طبعا مهمه، الماس شرينكر ده، لما تحط اكتر من لينك مع بعض. هنا الويب الورد بريس بلجن، لما لو عايز تعمل حاجه على الورد بريس، عايز تضيف اي اضافات للورد بريس، زي ما انت شايف تحت هنا بيقول لك بتاخد 20% ريفرال، من عن كل ريفرال بتاخد منه 20%. فصراحة موقع ممتاز، وانت زي ما قلت لك هتستهدف اجانب، كنت اتكلمت قبل كده عن الاستهداف الاجانب لاكتر من حاجه، استهداف الاجانب عن طريق اليوتيوب. الصراحه انا ما اتكلمتش غير عن استهداف الاجانب عن طريق اليوتيوب، عايز استهداف اجانب عن طريق بلاجر او عن طريق الموقع او عن طريق حاجات تانية، عن طريق فيسبوك مثلا، فانت ممكن تكتب في الكومنتات او تعمل لايك للفيديو اهم حاجه، وبتعمل تكتب في الكومنتات ان انت عاوز الشرح معين او اي شرح انت عاوزه انا ممكن اعمله، تمام؟ فاهم حاجه اللايك بس، عشان بحب اشوف اللايك. المهم هنا طبعا عايز تجيب اي سيتنج، طبعا نسيت اقول لكم انت لازم تخش على السيتنج هنا وتكتب كل ده، تكتب كل حاجه صح او غلط، المهم انك تكتب كل حاجه. هنا تختار ال withdraw ميثود بتاعتك، الباي بال، بايونير، ويب ماني اللي انت عايزه، وتعمل ابديت. طبعا الناس اللي ما تعرفش ازاي تحصل على بايونير، ده يعني انت لازم كواحد بيربح فلوس من الانترنت لازم يكون معاك بايونير، لازم حاجة مهمة جدا بالنسبة لكل واحد على الانترنت، بالنسبة لكل واحد اونلاين لازم يكون معاه بايونير. حاول بأي طريقة تحصل عنها، يعني حاول بأي طريقة، أنا مش هشرحها الصراحة على القناة، ولكن ليها مليون شرح على النت، حاول تعيد الشرح مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصل لك. حاول تحط عنوان واضح بحيث الناس توصل لك بسهولة، تمام؟ عشان هي وصلت لحد البيت يعني عادي. أتمنى يكون عجبكم الشرح. ملحوظة أخيرة بس، أنا الصراحة نصيحتي ليك إنك تستخدم الموقع ده، استخدمه فعلا، استخدمه، لأن شوية شوية هتلاقي الموقع ده بدأ يقلل من البي اوت ريتس، هيبدأ البي اوت ريتس ده ينزل واحدة واحدة، تمام؟ فأتمنى انك تستخدم الموقع ده دلوقتي، حاول تستخدمه، خش على تويتر وخش على الترند بتاعت الأجانب، خش على ترندات اليونايتد ستيتس، وحاول تخش تزيط في أي حاجة، اكتب أي حاجة إن شاء الله، تكتب مثلا أي حاجة، اكتب حاجة عن أي حاجة، يعني مش هينفع أقول أي حاجة لأن نروح في داهية. المهم يعني اكتب أي حاجة في الترندات كده، ممكن توصل معاك في ل 100 أو 200 ضغطه، لان الموضوع في الترندات ده بيظهر بسهوله وناس كتير بتضغط عليه. حاول تكتب حاجه لها علاقه بالترند نفسه بالهاشتاج يعني، بحيث ان الناس يتفاعلوا معاك، تمام؟ حاول كده تبدا في الحاجات دي، حاول تخش مثلا على الالعاب، على الالعاب على الفيسبوك او حاجات زي كده، بحيث ان هما الناس تتابع معاك والناس تشوفك، يعني مش تيجي تنشر لي مثلا في جروب مصريين او حاجه، وبرضه هسيب لك على فكره هسيب لك جروبات كتير جدا اسفل الفيديو تنشر فيها كل اللي انت عايزه، تمام؟ كويس انا افتكرت ان انا انشر لكم، والله الجروبات كنت هنسى. المهم حاول تنشر كده في جروبات اجانب او حاجه، ما تنشرش في جروبات مصريين، لان صدقني مش هيفيدوك باي حاجه، المصري هنا بدولار و12 سنت او حاجه زي كده، تمام؟ مصر هنا بدولار و12 سنت، تمام؟ فزي ما قلت لك يعني حاول كده تبدع في التسويق للحاجات بتاعتك يعني، تمام؟ وانا ان شاء الله هحاول اشتغل في الموقع ده باقصى جهد عندي، واحاول ان شاء الله اشتغل في الموقع ده واحاول اسحب منه الفلوس. وشكرا عشان شفت الفيديو، اتمنى انك تشوف صفحتي على الفيسبوك، هتلاقي ان شاء الله كل الشروحات بتاعتي، وهتلاقي اي حاجه لو عايز تكلمني على صفحه بتضغط على المسج او رسائل الصفحه، وتقدر تبعت رساله ليا وهرد عليك مباشره في نفس الدقيقه ونفس الساعه، يعني برد على معظم الناس، ولكن في حاجات كده بتبقى خارج عن ارادتي، لان ببقى مثلا مش موجود او حاجه زي كده، بسبب ان كان عندي ظروف بس الايام اللي فاتت، فكنتش بعرف ارد على الناس، فانا اسف، دي يعني مشكله عندي، معلش انا اسف. اتمنى من كل الناس اللي بتشوف الفيديو ده تعمل سبسكرايب للقناه، بحيث ان احنا نوصل ل 1000 مشترك قبل نهايه نص الشهر الجاي. حرام بقى، احنا يعني بندور على 1000 مشترك، دي مش الشهر اللي فات، لازم نوصل بقى يا شباب. انا عارف ان انتوا يعني جدعان وبتعملوا سبسكرايب دايما، انت اللي بتشوف الفيديو انا عارف انك جدع وهتعمل سبسكرايب ان شاء الله، مش ان سبسكرايب، اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، تمام؟ ولو عايز تعمل اي كومنت انت عايزه، ممكن تشتم حتى، لو عايز تعمل اللي انت عايزه اعمل اللي انت عايزه، تمام؟ كان معاكم مصطفى من قناه مستر بونتيك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو. لا خلاص خلاص، كان معكم مصطفى من قناة مستر بونتيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.